قدمنا اليوم مقابلة كبيرة، مشكورين اللعابة على الأداء اللي قدموا اليوم، ومشكور الجمهور اللي حضر بكثرة وساندنا من أول دقيقة حتى لآخر دقيقة. فزنا اليوم بربعة الأهداف، مازال ما حسمناش المقابلة، مازال عندنا شوط ثاني اللي هي كنتمنوا إن شاء الله باش تبقى نفس العزيمة ونفس الإرادة اللي تخلينا إن شاء الله ندوز. اللعابة كانت عندهم عزيمة وكانت عندهم إرادة، ما كناش عارفين بشحال غنربحوا، ولكن كنا خاصنا نديروا نسجلوا أهداف أكثر باش نمشيو نلعبوا اللي هي بارتياح إن شاء الله.